صور بورقيبة والتزغريت والدعاء ليه كانوا حاضرين البارح في احتفالات عيد المرأة، ومنهم أول امرأة نحالها بورقيبة السفساري اللي كان لنا معها الحديث التالي. اللي نحالي السفساري طبطب لي على خدي، أنا عندي أولادي في الروضة مشى يدشم في مرشي، لقاني بالسفساري قال لي عليه بالسفساري أنت وأنا لابسة لباس محتشم، قال لي نحي السفساري نحي السفسارية، من وقتها ما حطيتوش وأنا مكافحة مع بورقيبة من الآخر. المرأة يلزمها تاخذ حريتها، وهو اللي قرر المرأة، وهو اللي أعطاها حريتها، وهو اللي عمل لي هذا كل شيء.